التوافقات السياسية التي تبحث عن مصالح كل الأطراف، وبالتالي لا يمكن لروسيا الاتحادية أن تتخلى عن الفضاء الحيوي الذي تحققه من بعد عام 2012 ولحد الآن بمنطقة الشرق الأوسط، وهي عودة الدبّ الروسي مرة أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط الجديد مثلما تحب أن تسميها. ونفس الأمر مع الولايات المتحدة الأمريكية التي سبقت وأن أنفذت جذور أو أرست قواعد ثابتة بهذا الفضاء الحيوي للحفاظ على مراكز قوة، للحفاظ على أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية في أهم مراكز الطاقة بالعالم، وبالتالي المنافس الأكبر لمراكز الطاقة بالعالم هي روسيا الاتحادية. وانظر إلى الحرب القائمة الآن حتى في أوكرانيا، واحدة من أهم أسبابها هو تعطيل الدور الروسي فيما يخص مشروع الطاقة نفط وغاز بجهاب ذلك الأمر، وبالتالي قد يكون أيضا الطرف المفاوض بين الطرفين يدخل منطقة الشرق الأوسط في هذا النزاع.